هلو جايز، مرحبا بكم في فيديو جديد. سو انا في كازا جيت دابا شي 3 ايام اوريدي، ما كنتش كنبلوك حيت كنهمني بزاف ديال الخدمه. الا ما كنتوش عارفين، انا تقريبا دابا وليت ساكنه ما بين اسلا وكازا. اول حاجه غادي ندير غادي نغسل وجهي العزيز وغادي نمشي نفطر. واي هاف ا فيري فيري لونج داي توداي. نغسل وجهي ونخرج ونهضر لكم شنو غادي اليوم. بدلت داك التريكو اللي كنت لابسة، لبست بيجاما باش نقدر نصور عليز. ودي وجه العمري مرون، دابا عاد كنبان لكم مزيان. صباح الخير. اللي كنت باغا نعاود لكم هو شنو قلت لكم غادي نخرج وعاد ندير. قلت لكم شي حاجه، ويت قلت لكم غادي نقول لكم على شوتينغ اللي عندي. هذا ماشي شوتينغ لشي براند ولا شي حاجه بحال هكا، هذا شوتينغ ليا انا اللي زعما جايبه الفيديوغرافر باش يصورني. بغيت فاشن كونتنت بحال اللي كندير انا في انستغرام، ولكن بغيت شويه يو نو لايك اي وان ستيب ات اب ا بيت. سو انا غادي نخلي لكم هنايا تقريبا الفايب اللي بغيت بحالو. اي هاف 3 اوتفيتس، سو 3 ديفرنت فيديوز، وهادشي كله خاصني نديرو قبل ما توصل العشرة، حيت انا دايره مع العشرة غادي يجي عندنا. اختي غادي تخرج معايا باش تعاوني اليوم، وانا غادي نخرج معاها غدا، حيت غدا هي غادي تصور ثلاثه، سواء انا ثلاثه وهي ثلاثه. يلا غادي نزيد شويه في عنقي. شنو قلت لكم اخر غادي نوريكم؟ قلت لكم الباكجز. انا نمشي نفطر ونوريهم لكم. عادي شنو نوريهم لكم دابا؟ ويت حيت سينو غنتعطل، وعاد خاصني ندير مكياج ونصايب شعري. ليتس جو. alright guys، غادي نجلسوا هكا في الارض باش نوريكم كل شيء. هو هذا، من ما جربتش كل شيء، انا نوريكم شنو جربت وشنو مازال ما جربت. this is the whole package. ذا شامبوان دي ميلور اور ماسك هما اللي انا مجربه. الشامبوان هو هذا، اي نو بلي مكتوب هنايا فور دراي هير، فور دامج دراي هير. ماي هير از نوت دراي ولكن اتس دامجد، سو وين از وين. والصراحه جا معايا لايك ما زيت لي شعري ما تجي حاجه. ثاني حاجه هي هذا الكونديشنر، هذا جاني عادي ما احتاجيتوش حيت هذا تيدير الخدمه بجوج يو نو. وثاني حاجه هذا زوين بزاف، حسيت بيه فريمون رطب ليا شعري. فوليوم موس ميديوم هولد، هادي واحد لاموس كديروها باش تعطيكم الفوليوم. هذا دراي شامبو اللي شعركم كيتزيد وكيولي فريش. هذا تاهو مازال ما جربتو، هادشي كامل اللي نوريكم مازال ما جربتو. انتي بريك تريتمنت ريبير فور دامج ان دراي هير، سو هذا اتس ا ليفين كونديشنر. هو هذا فوالا، هو هذا هاد الهيت ستايلين هيت ستايلين بروتكشن، سو هذا كيحميكم من الحراره ديال لي سير وداكشي كامل. فوالا هو هذا. الحاجه الاخرى هي هاد الهير اويل سموث اند شاين ويذ ارغان اويل. اوكي اي لاف ارغان اويل. انا دابا ندوزو لواحد الباكيت جاني من سامسونج. هاد الباكيت ديجا حليتو ولكن ات سو كول، بغيت نوريه لكم. سو او بلاتي هاد الباك غادي يتقلب. سو هو هذا مكتوبه فيه هنايا جالاكسي واتش 6، وكاتبين هاشتاغ واتش مي وين. انتم غادي تفهموا علاش، بلاتي نحلو لكم. وصلتني هنايا الجالاكسي واتش الجديده و شي تولز فور ذا جيم. فين هي الجالاكسي واتش؟ بغيت نوري لكم، ديجا حليتها. هير ات از، كنت دايرها كتشارجي راه مازال ما تشارجاتش كامله. سو سو كيوت، وجاتني زوينه. هاد الجالاكسي واتش 6 عجبتني بزاف على الخمسة، على ود I don't know it feels more expensive. It's obviously more expensive حيت هي جديدة، ولكن ما عرفتش واش تفهموني. It feels like كتر من تمان، فهمتوني؟ details وكل شيء يعني كتبان هكا هماوية كتر you know. باقي واحد الباكج واحد آخر، بيت وآخر واحد.
obviously هذا حليته، ما يمكنش توصل لنا شي حاجه مكتوبه فيها عق وما نحلهاش. اصلا هذا وصل لي الله البارح حتى قرب يدلم الحال. Alright, so Sony a new boot من الكوليكسيون الجديدة. So cute. الداخل مصوف like look at this. شوفوا. هادشي الداخل صوفا which is amazing. حيت في الشتاء غتكونوا سخونين ومن برا ما غاديش توصلكم الشتاء. That's genius. That's it guys. هادو كاع داكشي اللي وصلني. اول اوتفيت هي هادي. انا واحد شي شويه وعطيت لنادية تصورني. So yeah. الدري اللي غادي يصورني كيشوف البلان كيفاش داير، واش زوينه البلاصه واش لا. بلاتي زعما تبان لكم هكا الاوتفيت ما تتبانش. صافي تنوري عليكم من بعد. Alright guys، اول لبسه صورناها باين غادي يجي لا فيديو زوين. باقا ناقصاني لقطه وحده غادي نديرها ليه، ماشي هنايا حيت ما غاديش تجي في هاد البلاصه، خصني نجلس. شويا ذاتس الاوتفيت زوينه، خصني نصورها لكم. ويت نادي هاكي اي هاف تو شو ماي اوتفيت. يلا صورني هنا، نادي صورني بالتليفونه. Alright guys, outfit number 2. أنا لبست هاكي نادية هذه هكا صاحبي بس نبان. نادية كتعاوني اليوم في هنا، إلا كان شعري مخسر ولا شي حاجة كتقاد ليا. وغدا أنا غادي نعاونها حيت غدا هي غادي تصور ثلاثة ديال الفيديوهات. اليوم أنا ثلاثة وهي ثلاثة غدا. سالينا الفيديو، غادي نلبس اللبسه الثالثه كنلبسها ونقول عليكم. هاي جايز، بدلت حوايجي اوتفيت نمبر 3 وصبت الشتا فجاه. حنا دابا في الباركينغ تحت الارض، ما غاديش يبان لكم، حنا نخرجوا برا ونوريكم هذا الشتا ديال بصح زعما ماشي دابا. بقى لي الفيديو الثالث غادي ندير فيه كاينش لايتين هاي جايز. ميلا دابا كومونطينا العشاء تاع الشيت شيت ولا واحد ما قدرتش. نورمالمون غدا نوبت ناديه هي اللي غادي تصور ثلاثه ديال الفيديوهات. نبدا انا الاولى اين فيديو وعاد هي ثلاثه ديال الفيديو، يعني غدا نصور اربعه توتال انا وناديه. كل فيديو كياخذ ساعتين ساعتين ونص، سو ايماجيني وخصني نوض بكري. Day 2 here we go. اخر الامي ضرب انا ساليت ساليت الفيديو اللي ما صورتش البارح. سو دابا ناديه كتصور هذه اي ثينك ثاني لبسه ديالها. Alright guys, so هادي اللبسة الرابعة I think ديال نادية. بقى لا صاحبتي لا تهرس صافي صافي الظلام انتي ديري النظر ديري النظر شوفوا داخل الكراج. سلام Alright guys، انا دابا غادا نصايب شعري حيت I have a very important event اليوم. غادي نخرج نشوف واش كاين شي صالون حل and that's it. I think غادي نرجع للدار غادي ندير مكياج نلبس وغادي نمشيو لك الايفنت. شويه ما عطاتني الويمينات
قالت لي كل يوم في الطريق. واي ثينك هذا صالون. اوكي وصلت. هلو جايز، اليوم عندي ايفينمون ديال افريقيا. المهم الناس اللي عندي في انستغرام غادي يفهموني حيت راني درت واحد بحال شي جيفوي هكا صغيره. المهم انا نشرح لكم الناس اللي ما متبعنيش في انستغرام. بغيت نشرح لكم ولكن هنا صداع سو بلاتش ندخل لداخل. ويت ويا عاد شنو نورمالمون الكاميرا ديالي خاصها تحيد ليا الصوت اللي اللور. ما علينا. افريقيا دايره واحد ليفينمون سو انا معروضه وعطاوني دوز انفيتاسيون زايدين سو قالوا لي تقدري تربحي اي واحد من الفولورز ديالك وقلتها في لي ستوري واختاري جوج بنات. سو حنا داخلين دابا ليفينمون او ميم طون غادي نتلاقى بدوك جوج بنات اول مره. Alright guys, حنا دخلنا. I think غادي يكونوا بزاف ديال لي زاكتيفيتي وشحال من حاجه زوينه. سو ملي غادي نبداو لي زاكتيفيتي وداكشي كامل غادي نوريكم. Hey guys. حنين. سو شو سميتك؟ احسان. احسان. نعمه. نعمه. صفا. صفا. The second احسان. The second احسان. حنا فنين وكبيرين. شوف الفولورز ديالي شحال زوينين. شوف. So cute. By the way, البنات ترى مشاو. We had so much fun. وكنا ضريفين بزاف بزاف بزاف. Shout out to them. نعمة وإحسان. Love you. دابا جيت نجلس في إسبريسو لاب نرتاح شي شوية. بيدمان باقي ناقصاني لقطة واحدة. خاصني نصورها ضروري باش نسيكوريزي كلشي. ومن بعد غادي نمشي للدار. I think غنمشيو للدار. يعني خاصني ندير مونتاج لهادشي كامل وعادي عندي بزاف ديال كونتنت صور سو خاصني ندير له مونتاج كامل وخاصني نحط قبل من 7 د العشيه. سو يا انفلونسر لايف هادشي اللي كاين. شوفوا الجمال. الله يو جايز انا يلا جيت دابا من ليفينمون. It was so fun ولكن so hectic. دخلت دوشت باش نحيد عليا العيا ودابا تبعني مونتاج ديال كاع داكشي اللي صورنا قبيله. سو غادي نجلس ندير مونتاج و ام غانا كيپ يو ابديتد. ملي نسالي نقول لكم هادي دابا شي 7 ونص 8 تقريبا غنشوفو امتى غادي نسالي مونتاج. على الزناتيل خارجه غندوش عتيك راح صبراتي خفيفه هاي. ساليت المونتاج و اوردينا سمثين تو ايت. خديت ون اوف ماي فيفوريت برجرز. ويت انا شو يو ذا بيوتي. شوفو I'm so sorry لك تفرجوا في هذا الفيديو بالليل وفيكم الجوع وكل شيء سدوا كتوقع ليا ديما في يوتيوب.
So here it is. And خديت fries و خديت لاصوص. نادية خدات نوريكم فرايز فيهم الفرماج شفتوهم. فوالا دابا ما كنعرفش ناكل مع عائلتي الجميله، ولكن غادي ندير راسي كناكل معاهم بحال ديما بحال هكا فريته وشويه غندير شو غنمشي تابلت فيلم. هاي اي ثينك ذيس از داي 5 6 ما بقيتش عاقله. غادي نخرج مع اختي. لوك يو جايز لبسه جد زوينه. درت اي ريكريتد واحد البينترست اوتفيت اخر ياكم هنا كلشي بحال بحال الا سامبا. سامبا ما جبتهاش خليتها في الدار الخراس او داكشي علاش اوساك. ليتس جو. مازال ما عارفينش فين نمشيو، مي غنديكم معايا. هاي جايز انا دخلت للدار، مشيت غير انا وماما حيت عليا هادشي ديال اللور ديرونجيني كتشوفوني مزيان معليا. مشيت انا واختي وصاحبتنا تغدينا في بلاند، راه صورت ليكم. ومشينا من بعد البول بدات ورجعنا للدار. دابا هادي وقت العشاء، هادي العشرة وشي حاجه. سو اوردرينا دينر. هاتشيلي خدينا بزاف ديال الحوايج. كورس خديت سوشي من يوني سوشي ذا باست، كيعجبني في يوني سوشي الباكاجين. لايك ايماجيني تجيكم شي عرض على غفله وتوردريوه لايك استيتيكلي بليزين يو نو. وقبل ما نسالي هذا الفيديو قلت نديكم معايا، غادي نصيب دفاري، حيت هذاك الديزاين الكحل القديم. وشوفوا باي ذا واي هادو دفاري، لايك دفاري ديال بصح ماشي دي فوزونغل. واو مي غادي نقطعهم حيت وليت اوبسيست بشورت نيلز. ها هما كيجاو اختو، انهم دفاري ماشي ملصقين. انا كيعجبوني بزاف الدفار قصار يكونوا ديالك، ملصقين ما كيجيوش زوينين. جيرلز انا صايبت دفاري، جاو سوبر كلين وزوينين. يس انا خارجه هكا في الرباط. باي ذا واي اف يو ديدنت نوتس انا راني رجعت للرباط وخارجه هكا حيت اي دونت كير. ذاتس ات. بس شوفوا فيا ولكن جات عيني في عين واحد الدري وبدا تيضحك، حتى انا بديت نضحك. اي دونت كير. يلا بسلامة، باي باي.